السلام عليكم. اليوم جيت نوجد معكم هذه البودره ديال البصله، كما كتشوفوا بيو وغزاله، كتجي على اليد احسن من داك الشيء اللي كنشريوه وما عرفنا حتى شنو طاحنين فيها. يعني واحد البودره والرائحه عرفت ما نقول لكمش، غادي تجربوها وغادي تردوا عليا. غادي ندوزوا للمقادير وطريقه التحضير، تابعوا الفيديو الاخر باش تخرجوا شي نتيجه زوينه. كما كتشوفوا عندي هنا بالنسبه للبصله عندي هنا 10 ديال الكيلو. غادي نسد هاد البوطاجي هاد لافابو وغادي نطلق الماء وغادي نحط هاد البصله كامله هنا باش اول حاجه كتسهلنا النقيه وثاني حاجه ما كيدمعولناش العينين ديالنا. وكنهزو البصله كنكاو البصله كما كتشوفوا هي ساهله كتقطعيها بسرعه واحده. صافي وكنحطو هنايا حتى كنقيو كلشي. وهي البصله ديالنا من بعد ما غسلناها ونقيناها من الوسط، كيقولوا ديك العريقات ديالها كحلين. صافي دابا غندوزو نقطعوها. شوفوا غادي نقطعوها على هذا الشكل هذا، ومن بعد غادي ندوزها في الهشوار. كما كتشوفوا دابا انا عمرت 3 ديال اللاطات، 3 ديال الطباسل، غندخلهم للفران من بعد ما سخنتو واحد الدرجه ديال الحراره عاليه، ولكن طفيت عليه. وغادي ندخل اللاطات ديالي وغادي نخليهم يبسوا على خاطرهم. هذه هي البصله بعد ما يبسات كما كتشوفوا، دابا غنطحنها. هذه هي البصله ديالنا، شوفوا كيف كتجي. اما الرائحه ما نقولكمش، شوفوا غير اللي ما بغاش ياكل شي حاجه بيو، شي حاجه اللي هي طبيعيه، احسن من داكشي اللي ما عرفنا شنو طاحنين فيها، ما فيها لا ريحه لا والو. شوفوا غزاله كتجي، كنتمنى تعجبكم وكنتمنى تجربوها وغادي تعرفوا الطريقه ديالها. الطريقه ديالها ساهله بصراحه، اللي ما بغاش يديرها في دارو.